تعال نسمع الجزء ده كده على بعضه. ده السيشن بقى في اخر مراحله خالص، وانا بخلص البرودكشن. كانت كل حاجه اتسجلت، الجيتارز اتسجلت بجد، السترينجز البراس كل حاجه جت. فده اخر سيشن قبل ما احول كل حاجه اوديو. طبعا السيشن كان كبير جدا، ما كانش يستحمل انا ميكس على تراكس وهي ميدي يعني، بس كنت لازم احول كل حاجه اوديو. بعد كده عملت سيشن تاني للستمز عشان اعمل ميكسينج على عدد تراكات اقل، وعملت برضو ماسترينج في نفس السيشن. اوريكم التراكس من اول الدرمز كانت عامله ازاي، وبعد كده يعني نخش على حاجه حاجه. طبعا هي الدرمز ده هو اكتر حاجه في السيشن تقريبا 80% منه درمز. كل ده درمز. وانا بحب اعمل لايرنج كتير عشان اعمل صوت كبير. فتعال نشوف بقى الدرمز كانت عباره عن ايه. تعال نبتدي بقى بالاول الاساسيات. الاول اول حاجه الكيك، بعد كده حطيت ستومب، يعني زودتها شوية كانت تقل. يعني بحب الحاجات الأوركسترا اللي يبقى فيها أصوات يعني مش 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 إلكترونيك أوي. الستومب ده صوت بيتسجل يعني ممكن برجليك، يعني ممكن بيبقى زي مجموعة كده بتخبط برجليها في استوديو، أو ممكن تخبط على بريكوشنز كبيرة فبيبقى صوتها يعني ناتشرال، يعني بتدي حاجة أورجانيك كده في مع الكيك. في زي كيكاية كبيرة كده دخلت معهم، وكيكاية رابعة. الكيكاية دي مداني برضو صوت حلو مع الكيك ده، يعني صوتهم حلو مع بعض، بس هي عشان لونج فالباترن الأولاني الكيكاية الأساسية بتلعب تو كيكس كده ورا بعض تتن، لكن دي بتلعب كيك واحدة علشان هي طبيعتها ان هي فيها ريليس عالي، فهي بتعمل زي اكسنت كده للكيك الأساسية. وفي كيك انا كنت كاتبها هنا ميدي برضو، برضو دي طويلة فلازم يبقى مينفعش تلعب كتير. وبعد كده في كده الرامبل ده زي سب فريكونسيز كده، طبعا لازم تبقى بتلبس هيدفونز او بتسمع على سماعات فيها في سب عشان تسمع الكلام ده يعني. فالدرومز العادية خالص في صوت عامل كده مع بعضه. بعد كده بقى في الاوركسترال هيتس، ودي حاجات كنت جايبها برضو كانت سامبلز كتيره قوي وتعمل بيها المنظر ده. خلي بالكوا ده البيج درامز التايكوز والهيتس الكبيره بتاعت الاوركسترا بس من غير السنيرز. السنيرز حطيتها كلها لوحدها علشان اتعامل معاهم مع بعض لوحدهم. فدي السنيرز. السنيرز دي بقى الاوركسترا باي سنيرز تانيه. فسوفار عندنا لما نركب دول كلهم على بعض يبقى عندنا المنظر كده. وبعد كده عندنا لوبس، دي لوبس برضو اخترتها، عملت لها ايديت طبعا وصوتها عامل كده.
انا بحب دايما اللوبس يبقى فيها يعني حاجات صوتها اندستريال كده جريتي، عليها مثلا لو فاي افكت تبقى ميد رينجي قوي، عليها ديستورشن، دي بتملى قوي السبيكترم كويس وبتعمل طعم كده في الدرمز. و otherwise صعب تعملهم بسامبلز متفرطة يعني زي ما بنعمل يعني، فدي الإضافة دي بتبقى حلوة يعني. كده عندنا البريكوشنز، وانا طبعا قسم البركوشنز والسيمبلز والحاجات دي لوحدها برضو، عشان السيمبلز والسويلز دول هاي فريكونسيز. فبرضو عشان اتعامل معاهم لوحدهم يعني ففصلتهم عن بعض. فنرجع نسمع الدرمز تاني كده على بعض، وفي هنا برضو في زي افكتات هنا برضو خفيفة كده، تبقى كانت لذيذة في الترانزيشنز يعني. تعال نسمع الجزء ده كده على بعضه. في برضو اخر جزء اللي هو درامز كان زاد عليها كم element كده برضو تقريبا في الهاي فريكونسيز، كان في زي سيمبلز وكده حاجات تقريبا زيادة يعني. خش بقى على البيز. البيز كان عبارة عن صب، وبعد كده في زي برام، كان في زي برامز كده وريز. برام ده صوت كده برضو براس بس يعني سنتسايزد، وصوته بيزي برضو قوي بيليق في الحاجات الأوركسترا وكده. ده الصب اهو. بيسك خالص، هو بيلعب الروت نوتس وادي الريس. الريز ده اتعمل بسيرم، وده كان سيرم برضو. دي كانت كونتاكت، دي كانت في الاكسنس بس، فكلهم عاملين كده مع بعض. وبعد كده في بقى الجزء المهم قوي اللي هو الكيز. والكيز دي عبارة عن بيانوز بس كتير قوي زي ما انتوا شايفين كده. بص كام بيانو. البيانوز دي انا عامل ليرينج علشان اخلي برضو صوت البيانو دراماتيك يعني. ده اول صوت بيانو، بعد كده في ده، تعملهم ليرينج مع بعض. بعد كده بقى الكورس هو الحتة الحلوة بقى في البيانو، ان هو دول اربع بيانو فوق بعض. تعال نشوف اول بيانو كده. اول بيانو كان من كيسكيب، وصوته ناتشرال قوي ومودرن، فكنت حابب ان يبقى فيه صوت بيانو عادي يعني في النص. بس الحاجات الحلوة بقى اللي جاية بعديها يعني. ده بيانو من اونا كوردا، وحاطط فيه جوه زي ديستورشن كده افكت. وده اونا كوردا تاني وديستورشن تاني، بس صوته فيه هارمونيكس حلو قوي في الهاي فريكونسيز. بعد كده في تقريبا شتاين واي من كونتاكت، وده صوته كلاسيكي قوي ومسرحي قوي يعني.
فمع بعض بقى الأربعة عاملين كده. وبعد كده في ليد كده خفيف يعني بيعمل برضو طعم كده، ما كانش مسموع قوي في الميكس بس هو يتحس يعني. لو ما دول تعملوا برضو بسيرم بحب دايما اعمل الف او على البدايات يعني، مش اكنه زي السايد تشين بس خفيف يعني، بحيث ان انا اشيل الاتاك بتاعه علشان too much information في الترانزينس هتعمل زحمة وانت مش محتاج ده كله من السنسويزرز يعني. ودول اتنين مع بعض كده، واحد غامق واحد فاتح. بعد كده عندنا الجيتارز، الجيتارز دي طبعا تسجلت بجد. بعد كده بقى عندنا السترينجز بقى اللي اتسجلت فاينل بقى، طبعا ده كان سيشن كبير جدا، سيشن تاني غير ده خالص، واتعمل له اديت بقى طبعا يعني، كان حوالي مثلا 100 تراك ولا حاجه يمكن اكتر كمان، وخدت الهول مايكس لوحدهم، وبعد كده خدت الاوفر دوبنج يعني، كان في تراكات اوفر دوبس متسجله مرتين، وكان في يعني زي كلوز مايكس وهول مايكس، فقسمتهم يعني 3 فايلات، والاستاكاتوس خدتهم في فايل لوحده، هم كانوا متسجلين لوحدهم. هنسمع كده الحته دي على بعض. ده صوت دراي خالص، ما كانش فيه اي افكتس، لان ده السيشن ده كنت يعني ما رضيتش احط اي افكتس، انا ده كان يخص البرودكشن. وبعد كده لان دي كانت اخر مرحله، السيشن اللي بعديه على طول ابتديت بقى ميكسينج، حطيت الريفرب والحاجات التانية بس. فتعال نشوف بقى المرحله اللي بعديها حصل فيها ايه.